الملوخية المجمدة مش بتنجح معاكي، تعالي اقولك ازاي تعمليها وتطلع بعرق ومطة تجنن زي الخضرة بالظبط، مع احلى طشة بقى على وش الملوخية وبألف هنا. كان عندي ورك واحد قلت استغله كده واعمل مرقة حلوة للملوخية، معلقة سمنة وورق لوري وحبهان، وهدي الورك صدمة. ومعاه بقى الخضار بتاعه، طماطمايه وبصلايه، وهنزل بالميه السخنه عليها واسيبها تستوي على النار هاديه. بعد ما استوت هنقص بقى شوية شوربة للملوخية، معلقة بقى سمنة فلاحي حلوة كده، وهنزل عليهم بنص معلقة ثوم وكزبرة هنشم ريحتهم بس، وبعد كده هننزل عليهم بالمرقة والملوخية وهبدأ أفكها لحد ما يبقى قوامها مناسب بالشكل ده. يا سلام بقى على طبق الملوخية مع الطشة العظمة دي. عملت جنبهم طبق رز بشعرية وقدمت الورك عليهم بالشكل ده، كان غدا جميل وبألف هنا. وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفة.com.